عقدهم على الديار المقدسة لأداء هذا المنسك العظيم، مناسبة الحج بإذن الله. خادم الحرمين الشريفين وفضيلة الدكتور عبد الرحمن السديس، وما هي إلا لحظات أيها الإخوة وتقام صلاة العشاء في بيت الله الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمرك وأن يتقبل صالح أعمالك. وإلى جوارك إخوانك صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى خلف سيد خادم الحرمين الشريفين يقف صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كما ألحظوا في هذه الصورة سيدي خادم الحرمين الشريفين يؤدي ركعتي السنة امتثالا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليبدأ بتحية المسجد. كيف والمسجد هو المسجد الحرام الذي من دخله كان آمنا؟ صورة أخرى ينقلها الزميل الأستاذ خالد البيتي. أيها الإخوة المشاهدون، ما الذي تقوله لنا حكمة الموت؟ تقول لنا: كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. هذه هي حكمة الموت التي لا بد أن تذوقها كل نفس. أيها الإخوة، ما هي إلا لحظات وتقام صلاة العشاء ومن ثم صلاة الميت، وقد حضر كما تتابعون صاحب القلب الكبير الذي يستشعر معنى الأخوة لأداء الصلاة على أخيه، هو وأصحاب السمو الملكي الأمراء. كما تشاهدون إلى يمينه صاحب السمو الملكي الأمير متعب ابن عبد العزيز، كما يحضر أيضا لأداء الصلاة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد ابن عبد العزيز وزير الداخلية. نسأل الله تعالى أن يتقبل منهم وأن يرحم ميتهم وأن يخلف عليهم بكل خير في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، لعل آية في كتاب الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. استووا، أقيموا صفوفكم واعتدلوا، سووا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الله، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. و
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام.